صدمة شيء للتاريخ يعني فعلا يعني صدمة حلوة صدمة جميلة بالعكس يعني نبارك للكرة السعودية والشعب السعودي أكيد مدام في القيادة الرشيدة وحرصها الكبير على التطور الكبير في البلد التطور الكبير في الرياضة أعتقد أنها هي صفقة للتاريخ كرويا للكرة السعودية تسويقية يعني كلمة تريد تتكلم فيها هي فعلا تاريخية. أنت تابعت اليوم الأصداء العالمية اللي صار له في كل مكان جالس سنقل الخبر في كل مكان في العالم يعني اليوم اسم نادي النصر اسم المملكة الدوري السعودي الكل حقيقة سعيد اللي يعرف قيمة كرة القدم ويعرف قيمة كريستيانو رونالدو أعتقد راح تكون شيء يعني مهم جدا للقادم للكرة السعودية والرياضة السعودية. يوسف عن التعاقد وأبعاده على نادي النصر وعلى الدوري السعودي. هي خطوة جبارة للعالمية اللي أنت تنتدب لاعب تاريخي لاعب من أفضل اللاعبين في العالم. يعني صفقة تاريخية تحسب للمملكة في الأساس وتحسب لنادي النصر. هذه راح تشجع في المستقبل نجوم كبار في كرة القدم باش يتوابدوا على المملكة. تزيد الطموحات أكثر باش الدوري يكون معناه دوري عالمي. الاهتمام راح يكون معناه متواجد من العالم الكل. تعرف أن كريستيانو رونالدو يتبعوا فيه 450 مليون شخص على الانستغرام. معناه شيء الضجة كبيرة في انتداب كريستيانو رونالدو. الدوري السعودي راح يتبعوه من كل أصقاع العالم. كل سراها معناه صفقة تاريخية للصفقة هذه. أحمد أول شيء تحضر مبارياته ولا لا؟ شوف احضر ما احضر هذا شيء ثاني ما ادري انا بحضر انا بالنسبه لي شوف انا بالنسبه لي كريستيانو انا قلتها كثير من المرات لاعب اسطور يعتبر من اساطير كره القدم ولما يجيك لاعب اسطوره في عالم كره القدم للدوري السعودي انت اختصرت 5 سنوات قدام من العمل 5 سنوات قدام العمل على المستوى التسويقي على المستوى الاعلامي على المستوى تطور الكره اللاعب هذا يجي راح يجلب لاعبين نجوم على مستوى عالي للدوري السعودي للامكانيات اللي يملكها ولسمعة كريستيانو على مستوى العالم انت لما تشوف كل الاعلام كل الصحافه العالميه الخارجيه تتكلم على هذا الانتقال معناته نقله نوعيه اختصرت عليك 5 سنوات قدام في حضور هذا اللاعب